المريض اللي عنده مشكله خاصه بضعف الجنسيه يبقى عنده حاله اولا من الاحساس بالخجل، ثقافه بتاعت الشرقيين كده، وممكن ما يروحش يكشف عشان عنده الاحساس ده. بعض الناس احيانا بيكون عنده اعراض شديده جدا، اعراض بس زي ضعف مثلا، البول ضعيف، بيقطع، حرقان شديد في البول، فطبعا هو ما بيقدرش ان هو يقيم علاقه جنسيه سليمه. ايه معنى كلمه فقدان او ضعف رغبه جنسيه؟ غياب الرغبه الجنسيه من الحاجات اللي هي ممكن تاثر على الزوج والزوجه، يعني ده بيثمرت بيصيب الراجل وبيصيب الست الاثنين. اسباب ضعف الرغبه الجنسيه اسباب كتيره جدا، حضرتك عارف طبعا دايما بنقسمها لحاجتين، حاجه اسمها اسباب نفسيه واسباب عضويه. معظم الناس طبعا عند سن ال 45 سنه او ال 50 سنه بيحصل تضخم في البروستاتا، لما يحصل تضخم في البروستاتا بتضغط على مجرى البول وبالتالي المريض بيبدا يشتكي. نبقى الاول عارفين يعني ايه ضعف الانتصاب. هو ضعف الانتصاب هو عدم القدره على حدوث الانتصاب، يعني واحد ممكن يجي ان هو ما عندوش انتصاب خالص، ممكن واحد يجي يقول والله لما اجي اقرب للزوجه ما يبقاش في انتصاب، طالما فقد القوه والصلابه ده معناه عنده ضعف انتصاب. في شباب كتير بيشتكي من صغر حجم العضو الذكري او مشكله تبقى هاجس في دماغه. هو الحقيقه طبعا ده من الحاجات اللي بنشوفها كتير قوي في العياده، ناس كتير جدا، يمكن اكتر رسائل بتجيلنا على الصفحه عندنا على الفيسبوك واكتر رسائل بتجيلنا على الواتس والويب سايت بتاعنا هو تكبير العضو الذكري. هل الضعف الجنسي الحديث فيه في المجتمع المصري والشرقي يتم بشكل كافي؟ لا، ده هرمون الذكوره ده بيحافظ على معدل ضخ الدم للعضو الذكري، بيحافظ على النشوه، بيحافظ على القصف، بيحافظ على الاحساس نفسه بتاع العضو الذكري. موضوع سرعه القصف من المشاكل الشائكه جدا ومن اكثر الاضطرابات الجنسيه شيوعا، وده بسبب الحرج. المفروض ان الدم بيسري من الخصيه في اتجاه القلب في اتجاه واحد بس. علميا بقى ان لو طفل عنده تبول الاراضي ممكن يكون عنده تاريخ عائلي او تاريخ مرضي او العيله او والد او الوالده عنده تبول الاراضي. 90% من الناس بيعملوا كله مش حاجه واحده منه، تدخين وقهوه واكل سريع وفاست فود ووزن زياده ونوم قليل وافلام غلط على المال. الدكتور صلاح زيدان أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بكلية طب جامعة الأزهر، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والمصرية والدولية لجراح المسالك البولية وأمراض الذكورة، رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بنات جامعة الأزهر. اهلا بكم. واحده بقى من حلقاتنا الممتعه والمهمه جدا جدا جدا، مش هقول لكم على اهميه الحلقه، انتوا هتاخدوا بالكم منها من غير حاجه، وطبعا الحلقه دايما بتبقى اهميتها من قيمه الضيف، انك بتسمع كلام علم، خصوصا انه النهارده هنجاوب اكيد على اسئله كتيره بتتلخبط في دماغ كتير من الناس، خصوصا فيما يتعلق بالبروستاتا، بالضعف الجنسي. والرجاله اليومين دول نقدر نقول كتير منهم بيجي لهم باكج، يعني تلاقي الراجل يعيني بيشتكي وفي سن صغير. طب ده ليه؟ بيشتكي من ضعف جنسي ومشاكل في البروستاتا ومشاكل في المسالك البولية، كوكتيل، لأنه الرجالة بيعملوا حاجات كتير غلط. مش قصدي الحاجات الغلط اللي في دماغكم، لأ، أنا قصدي اللي أنا هقوله دلوقتي. السهر، عدد ساعات النوم مش كافي لكتير من الناس، ناس كتير جدا ما بتنامش كويس. على فكره الكورونا بتلعب دور كبير، التوتر اللي مع الكورونا لعب دور كبير في عدد ساعات النوم، وبرضه في اوراق بحثيه مرتبطه بان اللي اصيبوا بالكورونا حصل لهم نوع معين من الهايبر سنسيتيفتي اثر على قدراتهم في النوم. ازاي؟ ده رابط صعب، واقول لكم ان الخلل الهرموني اللي حاصل بقى كمان والكواجيليشن سيستم اللي ارتبك عمل كده. التدخين، الرجاله اللي بتدخن هتاثر، بروستاتا هتتاثر، وكانسر بروستات تضخم البروستاتا وارد جدا مع ده. القهوه والمنبهات، في ناس طبعا دلوقتي قاعدين بيتفرجوا عليا يقول لي ده انا بعمل كل ده،
قلب النوم وبصحى بالليل وبنام بالنهار وبنام ساعات قليله، والسيجاره وفنجان القهوه ما بيفرقوش ايديا. والمفاجاه اللابتوب بيأثر كمان، كمان مشاهده الافلام الاباحيه بتأثر، كمان الموبايل اللي بيتحط في الجيب بيأثر، كمان الوجبات السريعه دي عدو، وشوف عنوان مهم قوي، عدوه للفحوله بتأثر. طبعا المشكلة بقى في ان احنا اللي قلناه ده 90% من الناس بيعملوه كله مش حاجة واحدة منه، تدخين وقهوة واكل سريع وفاست فود ووزن زيادة ونوم قليل وافلام غلط على النت. اوبا، وتدور بعد كده على المشاكل، تلاقي زي ما انت كلت في المطاعم ديت كومبو، تلاقي المشاكل جاية لك كومبو. والنهاردة الحلقة بتاعتنا النهاردة كيف نعالج هذه الكوليكشن عندما تكون موجودة. النهاردة زي ما قلت لكم لقاء مع قيمة علمية كبيرة، بنفخر وبنسعد بوجوده معنا، وبنبقى دايما منتظرين ومتشوقين للحلقات الممتعة اللي مليانة علم ومليانة. دي أهم حاجة دلوقتي بهتم بيه، العلم طبعا أساسي وموجود، لكن اللي بهتم بيه الضمير المهني والمهنية في الشرح، إن لازم المهن توصل المعلومة بشكل دقيق جدا، أكيد مع واحد من الميجا ستارز لهذا العالم، ضيف العزيز الأستاذ الدكتور صلاح زيدان، أستاذ جراحات الكلى والمسالك البولية والأعضاء التناسلية، وطبعا أستاذ علاج الضعف الجنسي، استشاري أمراض الذكورة وعقم الرجال والضعف الجنسي، الأستاذ بكلية الطب، عضو جمعية الأمريكية والأوروبية والدولية والمصرية لجراحين المسالك البولية وأمراض الذكورة والضعف الجنسي. شرف كبير لي، وحشني والله أكثر. عايز أبدأ بالكومبو بالبروستات. الكومبو هو صحيح معظم الحالات اللي بنشوفها عند اكيد بتبقى عندها اكتر من طبعا دي فعلا بتلاقي المريض بيشتكي من كذا حاجه مع بعض. يعني احنا دي على فكره برضو من الحاجات اللي بتواجه الدكاتره في العياده بتاعتهم، وخصوصا بقى الناس اللي هم زي حالاتنا كده بيبقى تخصص مسالك بوليه وامراض ذكوره. يعني مثلا تلاقي المريض بيشتكي بحرقان في البول، ممكن هو اصلا يخجل ان هو يجي يقول ان هو عنده ضعف جنسي، فتلاقيه يخترق لك او يخترق حاجه جديده، يقول لك مثلا عندي حرقان في البول، الم في الخصيه، او يكون عنده مثلا مشكله زي سرعه القصف، والاخر خلاص بتكتب له الروشتة على اساس ان هو عنده التهابات او عنده التهاب في المثانه او بروستات، يجي يقول لك في الاخر ايه يا دكتور ده انا عندي بس سرعه قصف، ممكن تكتب لي حاجه لسرعه القصف؟ طب اكتب لي حاجه للانتصاب. هو بيتجاهل، يعني بيتجاهل المشكله الكبيره، او بالنسبه له هي حاجه بس هو جاي اصلا علشان موضوع ضعف الانتصاب او مشكله سرعه القصف. فطبعا بتلاقي فعلا المشكله دي كذا حاجه موجوده. دي حقيقة برضو انا عاجبني فكرة ان احنا نقول النهاردة حلقة كومبو. هبدأ بالبروستاتا الاول. مرضى البروستاتا بيشتكوا من ايه؟ هو يعني خلينا الاول طبعا نقول طبعا يعني ايه بروستاتا برضو عشان الناس تبقى فاهمة. حضرتك عارف طبعا غدة البروستاتا هي غدة موجودة في الرجالة بس، وطبعا دي بتبقى موجودة اسفل قاعدة المثانة، وطبعا بيخترقها مجرى البول، بتبقى موجودة طبعا قدام عظمة العانة وراها على طول اللي هو المستقيم او الشرج. معظم الناس طبعا عند سن ال 45 سنة او ال 50 سنة بيحصل تضخم في البروستاتا. لما يحصل تضخم في البروستاتا بتضغط على مجرى البول، وبالتالي المريض بيبدا يشتكي. الشكوى طبعا الحاجات بتبقى يعني انا بقسمها لحاجتين مهمين جدا. الحاجة الاولى اللي هي اعراض تهيج في المثانة، او الحاجة الثانية بيكون اعراض انسدادية. كلمة تهيج في المثانة يعني المريض ممكن يشتكي بحرقان في البول، ممكن يدخل حمام كتير وده من قبله كتير جدا، بالتالي المريض وبالذات بيبان اثناء الليل، بتلاقيه مثلا يجي ينام على المخدة ما يكملش 10 دقايق ويبدا يدخل حمام تاني. واحد تاني مثلا رايح مشوار بيبدا ياجل المشوار او بيخاف انه يدخل، عايز خايف يتزنق في البول. واحد تاني برضو ممكن يكون قبل ما يروح المشوار تلاقيه داخل الحمام خارج من الحمام لان هو خايف يتزنق. بعض الناس طبعا بيكون عنده ممكن يكون عنده نقطه او نقطتين بينزلوا بعد البول، وده طبعا بنقابله كتير جدا في بعض الناس وبالذات في سن الشباب، بيكون عنده احتقان في البروستاتا او التهاب في البروستاتا، ممكن يعاني من هو موضوع التنقيط دوت او قطرات البول بعد التبول. احيانا المريض برضو بيجي بحاجه زي مثلا انسداد في البول، ممكن البول يعني اول ما يبدا يتبول ممكن البول ينزل ضعيف، ممكن هو بيتحايل على البول عشان ينزل، ولما ينزل احيانا بينزل متقطع. بعض الناس تقول لك يا دكتور والله ده البول بينزل بيرش او بينزل خطين، ده بنقابلها برضو كتير جدا. ممكن لو المريض سكت على الاعراض دي كلها ممكن بيجي بحاجة اسمها احتباس بول، يعني أول مرة المريض خلاص بدأ يتكيف أو بدأ يتعود على الموضوع إن البول ضعيف بيقطع، فجأة لما يتعرض للبرد أو يتعرض مثلا خد أدوية معينة بتزود البروستاتا يجيله احتباس بول. فلاقي ناس كتير جدا ممكن يجيله احتباس بول، بعض الناس ممكن يجيله سلس،
بول يعني ممكن لما ينام بالليل او كده المثانه طبعا بيحصل لها احتباس، المثانه بتضعف، يبدا الصمام يفوت، فيبدا المريض يشتكي ان هو البول يجيله سلس بولي، وده من قبله طبعا بيبقى اكتر بالليل، فساعات المريض يتشخص على انه تبول لا ارادي. ممكن المريض يجي باعراض اللي هي اعراض مضاعفات، ممكن المريض يجي مثلا بحصوه في المثانه، ممكن يجي بالتهابات متكرره كل شويه يجيله صديد في البول، احيانا بعض الناس يجي بنزيف بولي او دم في البول. طبعا لو سكتنا على كل الحاجات دي بيبدا يحصل ضعف في عضله المثانه وبيحصل ارتجاع على الكلى، وبالتالي قد يصاب المريض بفشل الكلوي. يعني ممكن الفيرست بريزنتيشن للمريض ممكن يجي باعراض او ارتفاع في وظائف الكلى، وده طبعا من الحاجات الخطر جدا. هسأل سؤال، ليه حجم البروستاتا ممكن يخدعنا؟ نلاقي واحد عنده حجم بروستاتا كبير اعراض قليله، وواحد حجم بروستاتا مش كبير قوي لكن اعراض كتير. والله بص، هو الموضوع ده طبعا يعني هو عكس الموضوع ده شويه، هو طبعا الاعراض ملهاش دعوه بالحجم. يعني في ناس ممكن يبقى البروستاتا عنده صغيره بس طبعا بيشتكي مجننه عامله مشاكل كبيره جدا، واحيانا يبقى البروستاتا حجمها كبير بس مش عامله اي مشاكل. الفكره في الموضوع ان احنا لازم نعرف البروستاتا دي حميده ولا مش حميده، ان دي ليها علاج ودي ليها علاج تاني. فطبعا احنا طبعا بنبدا ان احنا بنعمل بعض الفحوصات الطبيه زي فحوصات معمليه سواء كان تحليل بول او وظائف كلى، والحاجه المهمه قوي تحليل البي اس اي اللي هو دلالات اورام البروستاتا، ده بيدينا دلاله طبعا لما يكون عالي ان احنا بنشك ان المريض ده ممكن يكون عنده كانسر بروستات او عنده ورم سرطاني في البروستاتا، وبالتالي احيانا بنحتاج ان احنا ناخد عينه من البروستاتا لو لقينا البي اس اي عالي في بعض الحالات. احيانا بنحتاج نعمل اشعاعات زي اشعه الموجات الصوتيه، بنحسب كمية البول بعد التبول وبالتالي بيدينا دلالة على حجم البروستاتا. بعض الناس طبعا برضو بنعمل لهم حاجة اسمها سرعة تدفق بول أو سريان بول، بعض الناس ممكن تحتاج حاجة اسمها ديناميكية بول. الحاجات الجديدة بقى دلوقتي حاجة اسمها المالتي بارامتريك ام ار اي، يعني بساعات بنشك في المريض عنده ارتفاع نوعا ما في البي سي مش قادر احدد، بالفحص الشرجي انا مش قادر احدد عنده كانسر بروستات ولا لا، احنا بنحتاج نعمل حاجة اسمها مالتي بارامتريك ام ار اي، بيدينا دلاله على النقط او البؤرات الموجوده داخل البروستاتا وبالتالي ممكن ناخد منها عينه. وفي حاجات جديده برضو اللي هو الفيوجن للام ار اي مع الترانسريكتر الترا ساوند، دي برضو من الحاجات الجديده الحقيقه. البروستاتا تؤثر على النصب؟ وبرضو دي من الحاجات اللي احنا بنقابلها كتير جدا، المريض يجي يقول لك والله عندي ضعف انتصاب، يا دكتور ما تكونش البروستاتا. هي الفكره الحقيقه ان البروستاتا مظلومه شويه في القصه دي، ناس كتير بتربط موضوع البروستاتا بالضعف الجنسي، لكن الحقيقه عكس كده. ليه؟ طبعا لان المريض بيجي في الفتره اللي هي سن ال 45 او سن ال 50 سنه، يعني معظم الناس ممكن يعاني شويه من ضعف جنسي، فبالتالي بيربط الموضوع ده باعراض البروستاتا، وفي ناس تقول والله البروستاتا هي السبب، لكن للاسف هي البروستاتا مالهاش علاقه مباشره بموضوع ضعف الانتصاب. احنا مثلا بنتكلم احيانا برضو على اسباب ضعف الانتصاب، احيانا ما بنجيبش سيره البروستاتا، لكن هو في الغالب بيكون يعني الموضوع ارتباط نفسي. هو طبعا عنده اعراض، عنده حرقان مش هيشغل دماغه، طبعا عنده حرقان شديد في البول وعنده البول بينزل بصعوبه، فمش هيشغل دماغه طبعا بموضوع ان هو يفكر في الجنس. لكن احيانا بنلاقي الناس كمان بعد العمليات البروستاتا في ناس كتير لما بتتحسن والبول بيتحسن احيانا الانتصاب نفسه بيرجع وبيبقى احسن وبيبقى افضل، يعني حوالي 30% من الناس بيتحسنوا بعد عمليات البروستاتا، ودي طبعا نقطه برضو يعني بتبقى شائكه شويه عند معظم الناس، هو معلومه مغلوطه شويه. الجديد دلوقتي في العلاجات ايه؟ والله الحقيقه هو العلاجات طبعا حضرتك عارف في علاج دوائي وفي علاج اللي هو بالادويه وفي العمليات. الادويه طبعا احنا قلنا طبعا قبل كده واتكلمنا قبل كده في اللي هي الالفا بلوكرز او مضادات الالفا، او ادويه بتشتغل على هرمون الذكوره ودي بتقلل حجم البروستاتا. الجديد بقى دلوقتي ان احنا عندنا تقنيتين مهمين جدا، حاجه اسمها تقنيه البلازما، التبخير بالبلازما، وفي حاجه تقنيه تانية اسمها التبخير بالليزر او الاستئصال بالليزر. الحقيقه دي طبعا عملت طفره كبيره جدا، احنا زمان كنا بنستعمل طبعا البروستاتا لما يكون حجمها صغير كنا بنلجا لاننا بنشيلها بالمنظار او المنظار التقليدي. طبعا هو المنظار طبعا حاجه كويسه وحاجه كويسه جدا، انا طبعا يعني بقول والله اللي انت بتقدر تعمله كويس اعمله مفيش مشكله، يعني انا يعني بس هو طبعا طول ما انا بواكب العصر وبشوف الحاجات الجديده في ناس بتعمل منظار هايل ومفيش عندهم اي مشاكل وبيبقى يعني بيبقى واخد باله وعنده هاند سكيلز عاليه جدا، انا ما بقولش لا الموضوع المنظار، لكن احنا كدكاتره لازم برضو احنا نواكب التطور العلمي ولازم نبقى نشوف ايه الناس بتفكر فيه. دلوقتي حضرتك شايف زي ما انت شايف كده على الناحيه الشمال ده حاجه اسمها تبخير بالبلازما، دي طاقه معينه بتعمل على تبخير البلازما بتبخير البروستاتا عن طريق التلامس. الحاجة التانية اللي هي موجودة على الناحية اليمين دي الليزر بقى، الليزر ده طبعا برضو طاقة معينة ممكن نعمل بيه اعمل بيها تبخير وبعمل بيها استئصال للبروستاتا.
الحقيقة ميزة التقنيات دي ان احنا طبعا كنا زمان العيان اللي هو عنده حجم بروستاتا كبير جدا كنا بنلجأ ان احنا نفتح العيان نعمل عملية مفتوحة جراحة مفتوحة. فطبعا المريض كان بيقعد بقسطرة فترة طويلة، قابلية النزيف بتكون عالية جدا، العيان ممكن يحتاج نقل دم. مع التقنيات الحديثة دي طبعا دي بنسميها وان داي سيرجري، يعني العيان بيعمل عملية النهاردة بيخرج تاني يوم على طول، مفيش اي مشكلة، مفيش نقل دم، مفيش نقل دم قليل جدا الحقيقة لو احتاج. طبعا بنطبقها برضو على حجم كبيرة، لو حجم البروستاتا كبير مفيش مشكلة. احيانا بنعمل عملية تبخير مع استئصال، يعني ممكن نعمل الاثنين مع بعض في وقت واحد زي ما حضرتك شايف كده الليزر، انا على الناحية الشمال ده الليزر، ده الفايبر بتاع الليزر، بحاول انا ازق البروستاتا كلها وبدخلها جوه المثانة، وبعد كده بدخل بحاجة اسمها مورسليتور ببدا اقطع البروستاتا نفسها الشيبس كده. ودي برضو فيها ميزه كبيره ان انا باخد الانسجه دي بحللها، يعني عندي مثلا لو انا شاكك ان هو ممكن يكون كانسر بروستيت او حاجه ممكن احلل الانسجه دي بعد العمليه واعرف اذا كان فيها مشاكل ولا ما فيهاش. تاني حاجه طبعا المريض بيرجع لحياته العمليه طبعا بسرعه، ما عندوش اي مشكله، تاني يوم بيشيل القسطره وبيروح، ممكن شويه حرقان بسيطه في البول، دي طبعا بنتغلب عليها بشويه ببعض الادويه. طبعا من التقنيات الحديثه الحقيقه اللي هي عملت طفره كبيره جدا في مجال عمليات البروستاتا الحقيقه. عمليه طبعا بقت رائعه، بقت زي ما يقولوا عمليه محببه، نسبه النجاح فيها عاليه جدا جدا. بالظبط بالظبط، نسبه النجاح عاليه جدا الحقيقه، والساتسفاكشن بتاع المريض نقله ثانيه في طبيعه حياته بعد. هي طبعا هي طبعا مكلفه شويه يعني الحقيقه، بس هو طبعا التكنولوجيا الحديثه والتكلفه دي في مقابل الخطوره بتاعه، يعني انا دي بتبقى يعني انت بتفادي نفسك في خطوره ان انت تعمل عمليه فيها مشكله. لا هي مكلفه فعلا الحقيقه، ممكن يعني الليزر اغلى شويه او اعلى شويه، ده طبعا ان مستلزماته كتيره ومستهلكاته طبعا بتكون كتيره الحقيقه. اللي بس الليزر نقله كبيره جدا في نوعيه الجراحه. بالظبط. هروح بقى لو المريض اشتكى من ضعف انتصاب كمان او كان لوحده عنده ضعف انتصاب، هو ضعف الانتصاب ساعات يربك المريض في التشخيص، يعني نفس المريض بيبقى جاي مش عارف هل هو فعلا بيشك من ضعف الانتصاب ولا المساله ايه، ولذلك الانفستيجيشن مهمه. الحقيقه طبعا هو موضوع ضعف الانتصاب دوت من الحاجات يعني طبعا مهمه قوي ان احنا نبقى الاول عارفين يعني ايه ضعف انتصاب. فهو ضعف الانتصاب هو عدم القدره على حدوث الانتصاب، يعني واحد ممكن يجي ان هو ما عندوش انتصاب خالص، ممكن واحد يجي يقول والله لما اجي اقرب للزوجه ما يبقاش في انتصاب، او انا ببقى كويس وساعه العلاقه بيختفي. واحد تاني طبعا هو بيترجم الموضوع ان عنده سرعه قصف، عنده سرعه قصف سريعه جدا، فبالتالي هو ممكن ينفر من العلاقه او بيترجم الموضوع ان هو ما عندوش قابليه للانتصاب. يعني واحد تاني ممكن برضو في ناس تيجي تقول لك والله انا بقى جامع مره بس المره التانيه ببقى ضعيف. طبعا هو المفهوم كله بيتلخص في موضوع القوه والصلابه، طالما فقد القوه والصلابه ده معناه عنده ضعف انتصاب. الحقيقه طبعا لما بيجي لنا مريض العياده طبعا بنبدا معاه بالحاجه اسمها التاريخ المرضي، ببدا اقعد مع المريض ببدا افهم هل في مشاكل ولا ما فيش، لان احيانا الموضوع ممكن يكون نفسي وممكن يكون الموضوع عضوي. فبالتالي نفسي ده دايما بنقابله في شهر العسل، يعني لسه متجوز لسه مثلا هيبدا يعمل علاقه، بيحصل له ان هو بيخجل من العلاقه، او احيانا بيصاب بيبقى عنده انتصاب قوي جدا، اول ما يقرب للزوجه الانتصاب بيختفي، ده بنسميه زي حاجه زي التسرب الوريدي. واحيانا بعض الناس طبعا بتتظلم برضو، بيبقى عنده انتصاب قوي جدا بس الزوجه نفسها عندها تشنج مهبلي، فبتقفل رجليها، فبتخلي المريض بتخلي الشخص نفسه خايف، يعني بيبقى الان متوتر، وبالتالي ده بنسميه ضعف جنسي من النوع النفسي، بالاضافه بقى للتوتر والقلق وواحد شغل دماغه بالشغل، طبعا دي كلها عوامل تندرج تحت النفس. المشاكل العضويه طبعا بيكون ممكن المريض يكون اشهره مرض السكر، يعني الناس اللي عندهم سكر بتقول اكتر ناس بيصابوا بموضوع الضعف الجنسي. بعض الادويه زي مضادات الاكتئاب، بعض الناس اللي عندهم مرض زي مرض بيروني، كل دي عوامل طبعا بتندرج تحت المشاكل العضويه. طبعا لما بيجي لنا المريض ببدا معاه بالتاريخ المرضي، نبدا نفهم طبيعه اللي عنده، وجود الزوجه طبعا بيكون مهم، لان هي طبعا ممكن تشارك الزوج، وده بصراحه بيبقى مهم جدا. ممكن احنا في عيادتنا دلوقتي لاحظنا ان معظم الازواج، ودي حاجه كويسه، بدا يجيب مراته ويجي يتعرفنا طبيعه المشكله عنده، لان يعني بعض الناس طبعا بيكون في نقاط مش معروفه او حاجات نبدا نكتشفها اثناء العلاج. نبدا نعمل بعض الفحوصات، سواء بقى فحوصات معمليه او اشعه، منها تحليل السكر، تحليل الدهون، تحليل الهرمونات، لان بعض الناس عندهم خلل هرموني. بنبدا نعمل اشعه زي اشعه الدوبلر، ودي بتقيس كفاءه العضو الذكري، بتقيس معدل الدم داخل الشريان، معدل خروجه. طبعا الفحوصات دي مهمه جدا علشان انا هشوف هبدا مع المريض منين. ناس كتير جدا الحقيقه لما بتجي لك العياده هو عايز ياخد دواء خلاص، يعني هو فبقول له طب الفرق بيننا وبين الصيدليه ايه؟ ما انت لو انت عندك مشكله روح الصيدليه وخد حبايه. فالفرق ان انت بتشخص، ان هو قد يكون ضعف الانتصاب عرض لمرض. يعني ناس كتير اكتشفنا ان عندهم سكر،
ناس كتير اكتشفنا عندهم زياده في هرمون اللبن. يمكن في مريض كان عنده مشكله زياده كبيره جدا في هرمون اللبن وطلع عنده ورم في الغده النخاميه. بعض الناس احيانا وهو بيقيس بيعمل اشعه الدبل العضوي الذكري ممكن يلاقي فيه مشاكل مع حضرتك عارف البلس بتاع الهارت او القلب، ممكن يكتشف ان المريض عنده مشكله في القلب اثناء وهو بيعمل اشعه من البلس نفسه من ضربات القلب المنتظمه بالظبط كده، ممكن يكتشف ان هو عنده مشكله. فممكن المريض يكون عنده مشكله في القلب ونكتشفها وهي ضعف الانتصاب عرض للقلب بالظبط. ممكن المريض ما يحسهاش، في ناس كتير بيبقى عندها حتى اي اف ولا بيشتكي. شفنا ناس كتير جدا، يمكن في بعض الابحاث كمان اتعملت على الموضوع ده. ايه الجديد دلوقتي في علاج ضعف الانتصاب؟ الحقيقه طبعا هو العلاج ضعف الانتصاب حضرتك عارف طبعا العلاج بالادويه هم 4 محطات تقريبا، المفروض ان كل واحد يمر بيهم. اي واحد بيشتكي بضعف الانتصاب لازم تمر بهذه المراحل. في ناس معينه يكون مر بمراحل كتير جدا وعنده بقى نسبه تسرب وريد كبيره جدا، والله ساعات بنلجأ للدعامات. لكن انا بقول والله يا جماعه الدعامات هي اخر مرحله، هي اخر مرحله لعلاج ضعف الانتصاب، اخر محطه بالظبط. المريض فبالتالي وتعبير المحطات ده مهم، ده مهم جدا ده، ان انا دلوقتي ابدا بالعلاج هو طريق الدوائي. له محطات ده المفروض والمفروض كل الدكاتره زمايلنا يمشوا على دي. الجايد لاين بتقول كده، يعني حتى الجايد لاين نفسها هي اللي بتقول كده، والله ببدا بالعلاج الدوائي. حضرتك عارف طبعا اللي هي السلدنافيل ومشتقاتها. احيانا حاجه برضو ظهرت جديده اللي هي حاجه اسمها الشوك ويف، اللي هي الموجات التصادميه، ودي برضو طاقه معينه بتعمل على زياده ضخ الدم داخل العضو الذكري، برضو ليها المريض بتاعها. مش كل الناس تنفع لهم موضوع الشوك ويف، لازم برضو الدكتور، ده دور الدكتور ان هو ينتقل المريض اللي هو عنده نسبه تسرب وريدي قليله، المريض اللي عنده ضخ الشريان نوعا ما كويس، المريض ما عندوش مرض زي مرض بيروني وعنده تليف، يعني ننتقل المريض اللي تنفع معاه الشوك ويف عشان ما يستهلكش طاقته وفلوسه على الفاضي. لازم برضو ابقى امين في الجزئيه دي. الحاجه المهمه برضو موضوع الحقن الموضعي، طبعا دي من الحاجات برضو المهمه، وطبعا دي برضو انا بنفرد لها حلقه ان شاء الله نتكلم عليها بالتفصيل. برضو ليها المريض بتاعها اللي هو بنسلكت البيشنت اللي ينفع معاه الحقن الموضعي. اخر حاجه طبعا الدعامات، حاجه عارف طبعا الدعامات في دعامه شبه صلبه وفي حاجه اسمها الدعامه الهيدروليكيه او الدعامه البالونيه او الدعامه القابله للنفخ. هو المريض ينفع الاثنين، ينفع له دي او ينفع له دي، واحنا بنختار مع المريض سواء هو محتاج دي اوكي دي اوكي مفيش مشكله. لكن احيانا احنا بنفرض انواع معينه في بعض المرضى، وده برضو دور الدكتور ان هو يوجه المريض بامانه للحاجه اللي هو بيحتاجها. يعني هو محتاج يعني مثلا بعض الناس عندهم كيس الصفن صغير مش هقدر احط المضخه، فبالتالي بستعمل اللي هي السيمريجيد. بعض الناس عندهم مشاكل في الاعصاب الطرفيه ممكن استعمل مثلا انفلاتابل. واحد مش هيقدر يستعمل ايده في ان هو يستعمل المضخه بتاعه الدعامه الهيدروليك، ممكن استعمل الشبه الصلبه. الحقيقه يا دكتور ايمن الفتره اللي فاتت دي كنا احنا بنتكلم على الدعامه اللي هي شبه الصلبه وبنقول ان هي احسن وديورابل. الحقيقه زي ما حضرتك عارف كده زي العربيات كل يوم مثلا واحد يظهر حاجه جديده في جديد. الدعامه الهيدروليك دلوقتي الحقيقه بدات ان هي تقفز بطريقه كبيره جدا. يمكن في مصر دلوقتي كمان بدا يبقى فيه، كانت الدعامه ثلاثيه الاجزاء دي كانت هي دلوقتي الموجوده، وطبعا بعض الاطباء بيلاقي صعوبه طبعا ان هو يركبها لانها بتحتاج مهاره كبيره جدا. بدا دلوقتي يبقى فيه ثنائيه الاجزاء. الحقيقه برضو دي عملت طفره كبيره، بدات الدعامه الهيدروليك تفرض نفسها دلوقتي وبدا يبقى لها دور كبير جدا. طبعا هي دعامه الحقيقه هي فيها تكنولوجيا عاليه معقده شويه اغلى برضو، كل حاجه ليها مميزات وليها عيوب. بس طبعا بدا ان الدعامه الهيدروليك يبقى لها تفرض نفسها بزياده الحقيقه، وبدا يبقى نسبه قوه الانتصاب. يمكن دلوقتي كمان في ابحاث على حاجه اسمها اجريسيف ميجرمنت، ان انا ببدا ممكن اخد طول زياده في العضو الذكري ان مع الوقت الدعامه دي تتمدد. ممكن دي من الحاجات الجديده دلوقتي ان انا ممكن احط مقاس كبير شويه على اساس ان القضيب نفسه ممكن يكبر مع يزيد، بس طبعا زياده ملحوظه يعني زياده مش ملحوظه قوي. او انا مش بقول الدعامه بتكبر عشان برضو في ناس بتفهم الكلام غلط، ساعات بيقول لك الدعامه دي عشان تكبير العضو الذاكر، لا هي مع الوقت ان انا بزود عرض القضيب بتدي ماكسيمم جيرس اللي هو العرض او السمك، ممكن برضو الطول نفسه مع الوقت يزيد. فالحقيقه الدعامه الهيدروليك بدات برضو تفرض نفسها بقوه الحقيقه. الدعامه اذا كل شويه بيحصل حاجه اكثر فرحا، يعني اكثر تطور سعاده بالنسبه للمرضى في الاخر. مور ناتشرال هي اقرب للطبيعي، يعني دلوقتي اقرب للطبيعي. الثانيه ارخص، سهله، ديورابل، بتقعد برضو فترات طويله، نسبه اعطالها اقل، كل حاجه لها مميزات وعيوب. بس طبعا مع التكنولوجيا الحديثه والتطور الجديد الحقيقه برضو بدات الاعطال تقل، تمام ما بنبقاش نشوفها قوي زي زمان، فبدات تفرض نفسها بقوه الحقيقه. دوالي الخاصيتين برضو تاثيرها ايه؟ علاقتها ايه بضعف الانجاب وضعف الانتصاب الاثنين؟
هو طبعا دوال الخصية طبعا هي عبارة عن تمدد، يعني برضه عشان الناس تبقى عارفة ده تمدد وإطالة، بيبقى في الأوردة الخارجية بتاعة الخصية. ممكن المريض يشتكي ان هو في تمدد كده او شكل الخصية نفسه مختلف، هو يعني شكله غير عادي. ممكن في الأطفال برضو الأم ممكن تكتشفه في بعض الأطفال ان شكل الخصية مختلف. ممكن المريض يشتكي بألم، بس الألم بيكون خفيف، يعني من النادر او انها تعمل ألم. بعض الناس تلاقي شكل الخصية مختلف او صغر في حجم الخصية. الحقيقة الدوالي طبعا بتأثر على اكتر حاجة، ان هي يعني هو اشهر سبب ممكن يأثر على الإنجاب واشهر سبب ممكن يتعالج. فممكن تأثر على العدد، تقلل العدد، ممكن تقلل الحركة، ممكن تعمل تشوهات في الحيوانات المنوية، وبالتالي ده أشهر سبب ممكن نعالجه. وطبعا ده ليه نظريات كتيرة طبعا في أسبابه. الفكرة إن دوال الخصية دي ممكن طبعا بنشخصها بحاجة اسمها أشعة الدوبلر، والأشعة دي طبعا ممكن تقول لنا نسبة الدوالي قد إيه، كبيرة ولا صغيرة، موجودة على ناحية واحدة ولا ناحيتين. طبعا هي الدوالي ملهاش علاقة مباشرة برضو بموضوع ضعف الانتصاب، يعني ناس كتير جدا برضو بتربط موضوع ضعف الانتصاب او بتربط موضوع الدوالي بضعف الانتصاب. الحقيقه ما فيش علاقه مباشره ما بين الاثنين، لكن في بعض الابحاث يعني بتقول الكلام ده، بس طبعا مش ابحاث كثيره الحقيقه، قالت ان في ناس لما عملوا عمليه الدوالي بداوا يتحسنوا. يعني الكلام ده على علامه استفهام برضو شويه، مش اكيد 100%، لكن هو الحقيقه ما فيش علاقه مباشره ما بين دوالي الخصيه وموضوع ضعف الانتصاب. العمليه اللي بتعملها افضل حاجه الحقيقة هو طبعا في عمليات كتيرة جدا، بس احنا كدكاترة ذكورة حاجة اسمها الدوالي بالميكروسكوب الجراحي او الجراحة الميكروسكوبية. هي ميزة الجراحة الميكروسكوبية عن باقي العمليات ان هي اول حاجة بتكبر الفيلد. فزمان كنا بنفصل الوعي الناقل وناخد الاوردة كلها بالشرايين بكل حاجة بتتربط مرة واحدة. هي لا، هو دلوقتي بدأ ان احنا نفصل الوعي الناقل بالشريان بتاعه، بتدينا طبعا ماجنيفيكيشن اعلى، فبالتالي الشريان ممكن اقدر اشوفه. ده احيانا كمان يعني انا يمكن بعض الابحاث اللي انا شغال عليها حاليا دلوقتي انا ممكن اعمل سبيرنج او ممكن احافظ على كذا شريان، مش شريان واحد. ساعات بنوصل لثلاث شرايين، في شريان بره الحبل المنوي، شريان جنب الوعاء الناقل، الشريان الاساسي بتاع الخصيه. فاحنا ممكن نحافظ على ثلاث شرايين موجودين. تاني حاجه بنحافظ على حاجه اسمها الاوعيه الليمفاويه. ممكن برضو بعض الابحاث اللي انا عملتها كنا بنحقن صبغه داخل الغشاء اللي هو الخارجي بتاع الخصيه، فكان بيلون الاوعيه الليمفاويه، وبالتالي كنا بنحافظ على الاوعيه الليمفاويه عشان العيان ما يجيلوش قيله مائيه. ناس كتير جدا الحقيقه ممكن يصاب بقيله مائيه، ممكن يجيله ضمور في الخصيه، ممكن ياثر طبعا على الشريان المغذي للخصيه. الحقيقه احنا بدينا نتفادى الموضوع ده والمضاعفات نفسها بدات تقل. وطبعا مفيش عمليه ما لهاش مضاعفات، بس طبعا المضاعفات بدات تقل جدا. في شباب كتير بيشتكي من صغر حجم العضو الذكري او المشكله بتبقى هاجس في دماغه. هو الحقيقة طبعا ده من الحاجات اللي بنشوفها كتير قوي في العيادة. ناس كتير جدا، يمكن اكتر رسائل بتجينا على الصفحة عندنا على الفيسبوك واكتر رسائل بتجينا على الواتس والويب سايت بتاعنا هو تكبير العضو الذكري. الحقيقة هو الموضوع طبعا موضوع شائك الحقيقة شوية، وانا بقول طبعا هو ليه كذا حاجة. ممكن يكون صغر حجم العضو ده فعلا، هو المريض عنده صغر فعلا، ده بنسميه حقيقي، يعني هو عنده مشكلة فعلا في صغر حجم العضو الذكري، وده المفروض ان احنا بنكتشفه ساعة الولادة. وده دور الام ان احنا طبعا نكتشف الطفل اول ما يتولد، او المتابعه بالمقارنه طبعا باخواته. ناس كتير في ناس كتير بتبقى يعني عندها وعي شويه، عنده صغر في حجم الخصيه، صغر في حجم العضو الذكري، ده بيكون بسبب الخلل الهرموني، وده لما بنكتشفه بدري الحقيقه بيبقى علاجه كويس جدا. الحقيقه في بعض الناس بيبقى عنده صغر في حجم العضو الذكري ده وهمي، هو بيتوهم ان حجم العضو الذكري هو بيبقى كويس جدا. يعني في ناس كتير بتجي العياده بفحصه الاقي ان الحجم العضو الذكري كويس جدا ما عندوش اي مشكله، بس ده عامل له هاجس نفسي ومحسسه ان هو صغير. وبالتالي بلاقي ناس كتير جدا ممكن ما يتجوزش، ممكن يقعد فتره طويله لغايه سن الخمسين سنه وما رضاش يتجوز لانه خايف متهاله ان هو حجم العضو مش هيبقى فيه او هيبقى فيه مشكله في موضوع الاشباع الجنسي لدى الزوج. احيانا بعض الناس برضو بيكون عندهم بيقول ان حجم العضو الذكري كان كويس وبعدين صغر. طبعا هو ده بيبقى هو مفيش طبعا عضو ذكري طبعا بيصغر، لكن الفكره ان بعض الناس بيبقى عندهم سمنه زياده شويه، جسمه بدا يزيد، بدا يبقى عنده ترهلات في الجسم، فبدا ياخد من حجم العضو الذكري، فبدا بالنسبه له ان هو ده بنسميه ظاهري، هو ما كانش عنده وبدا يجيله. الحقيقه طبعا احنا يعني موضوع صغر حجم العضو ده لازم يكون في امانه علميه طبعا، لان ناس كتير بتلجا لموضوع تكبير العضو الذكري بدون داعي. فبالتالي احنا لازم ناخد بالنا من الجزئيه دي. في ناس طبعا بنعمل حاجه اسمها عمليه فك الرباط، في ناس طبعا بنعمل عمليه شفط الدهون او بنرفع الدهون، وبالتالي بيدي طول، بس طبعا مش بيدي طول يعني اللي هو متخيله طبعا.
في ناس طبعا بترجع بقى للموضوع النت والكريمات واجهزه الشفط والحاجات دي كلها. طبعا دي كلها حاجات نصب, ده نصب عالمي للاسف ما بتعملش اي حاجه. انت نورتنا النهارده, اسعدتني في هذا الحوار الممتع المتنوع كالعاده, حوار ولا ارقى ولا اجمل في واحده من اكثر الاولي التجمعات المرضيه, اكثر الكوليكشن المرضي شيوعا. وصحيح ان كل حاله من اللي احنا قلناهم قد تاتي لوحدها, لكن في كثير من الاحوال ياتي المريض ليشتكي من مشاكل في البروستاتا وايضا مصاحبه مشاكل في الضعف الجنسي, ويشتكي من دوالي وسرعه قذف, وربما ايضا يشتكي من مشكله في حجم الغدد الذكري. كل ده ممكن يتوجد مع بعض, لكن احنا حلينا كل مشكله لوحدها وممكن نحل كل المشاكل مع الضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور صلاح زيدان, استاذ جراحات الكلى والمسالك البوليه والتناسليه واستشاري امراض السكره والعقم والضعف الجنسي, الاستاذ بكليه الطب, عضو الجمعيه الامريكيه والاوروبيه والدوليه المصريه والمصريه لجراحات المسالك البوليه, كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا كالعاده في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه.